شايل لك انا بقى التقيله. مش هسالك على مودريتش عشان انت تاني. لا هسالك على بيرستاو. بيرستاو تالق كبير جدا، هدفين في المصري، هدفين النهارده في الاسماعيلي، بدايه رائعه في الدوري، هداف الدوري مع مابولولو، واداء كبير طبعا افريقيا الموسم الماضي مع النادي الاهلي. بيرستاو معاك. صنايعي. صنايعي صنايعي طبعا. صنايعي بتاع مارسيل كولر. والله لعيب مشارك في الهجمه، عمليه نقل الفرقه والترانزيشن والتحولات هو المسؤول عنها من الناحيه اليمنى. لعيب بيساهم مع المجموعه بشكل ممتاز، انه ازاي يقدر يخلق دايما جبهات للنادي الاهلي في الجبهه اللي دايما دايما كانت الناس بتراهن ان الجبهه اليسرى عند النادي الاهلي طول الوقت، من وقت فايلر وانت طالع، تحديدا من وقت فايلر وانت طالع، سواء مع موسيماني او اي مدير فني جه النادي الاهلي في الفتره دي، دايما الجبهه اليسرى علي معلول مع مين، دايما دي الجبهه القويه، دايما دي الجبهه اللي الاهلي مسجل منها، فانك تقدر تعمل عمليه الفعاليه. وبالمناسبه هو مفوق محمد هاني وراه، لان الواجبات هو ما بيطلبش محمد هاني واجبات هجوميه كتير، دايما الواجبات الهجوميه ملقاه بشكل اكبر على بيرستاو. بيرستاو يلا نبتدي نشغل الحالات اللي هي بدايتها النهارده. الراجل النهارده منتهى الفاعليه ومنتهى الكواليتي، ثلاث تصويبات على المرمى، ثلاث تصويبات بثلاث اهداف، التواجد في المكان. وهنا دايما بص، وقف هنا، وقف هنا، ارجع ارجع ارجع، لا في نقطه مهمه جدا جدا عايزين نتكلم عليها. بص 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 هنا، ارجع ارجع تاني، ارجع فريمين كمان، ارجع فريمين كمان قبل ما حسين يروح، قبل ما حسين يروح، بس اول ما تاو يظهر. بص ركز لي مع تاو، انسى حسين خالص، روح بقى روح. بص بص حركه تاو، تاو مش على كعوبه، تاو مش على كعوبه، دايما بنقولها للمهاجم بلاش تقف على كعبك. بص الراجل هنا عمال بيتحرك، هو منتظر الكره هتجيله مش هتجيله، وبيبعد عن المدافع كمان، وهو يعني بيدي لنفسه المساحه ولا ومركز مع الراجل عشان التسلل، مركز مع اخر مدافع من الاسماعيلي عشان التسلل، وجوده الانهاء اللي بقت دايما خلاص عند تاو ماركه مسجله. يلا اللي بعده. فانا هنا اللقطه اللي فاتت بالنسبه لي كانت هو ازاي تاو قادر طول الوقت بيتحرك كده. يلا قبل ما توقف، قبل ما توقف. فتاو بالنسبه لي هي القصه كلها فين؟ في التكنيك. انا طول الوقت بتواجد في المكان الصح في التوقيت الصح، وانا واقف الارتد منتبه، فانا مش واقف على كعوبي، مش الكره هتجيلي وبعدين ابتدي افكر، محضر انها تيجي. يلا اللي بعد، ارجع بقى تاني، لا ارجع تاني الجون ده من اوله، ارجع الجون ده تاني من اوله، من اوله خالص 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 خالص، كمان كمان اول ما يظهر معاك تاو، من اول ما يظهر معاك تاو، بس وقف هنا، وقف هنا، تاو فين يا كريم؟ تاو في اقصى الجبهه اليمنى، واقف منتظر الكره بعيد عنه خالص. ركز بقى مع تاو، اول ما الكوره يحطها رضا سليم لطاهر محمد طاهر، وهيبتدي يتحرك بتعليمات الجبهات الثلاثيه، الراجل الشادو سترايكر او الجناح موجود في العمق، يبقى الراجل الجناح الاساسي اللي موجود هو اللي فتح الملعب وعمل ستريتشنج، او علي معلول كمل حط الكوره. بص بص, بص ركز بقى على تاو، ركز على تاو، ركز على هو ده الجون، ده الجون، سرق المدافع في اقل من ثانيه. كمل 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 كمل، جون جول. الجون كله الحركه ممتاز. اللي بعيده عن السكوب، مش جوده الانهاء، جوده الانهاء دي خلاص بقت ماركه مسجله عند الراجل. نقطه كمان مهمه، انه تاو وكانه اللون الاصفر بالنسبه له، راجل هو يعني خريج سان داونز، وواحد من دول الثلاث لقطات اللي جم لتاو النهارده كريم، ثلاث لقطات بثلاث تهديدات على المرمى بشكل ممتاز، ضبط التسلل، التوقيت، مهاجمه المساحه، كل حاجه عايز تقولها في مهام الجناح الفعال عند بيرسي تاو. وكأن الراجل بالنسبه له هو مباريات الاسماعيلي، بالنسبه له هو دي المباريات اللي بيفوق فيها، ودي كانت اول مباراه لتاو، دي اول مباراه لتاو في، وكانت مواجهه الاسماعيلي في افتتاحيه الدوري وقت قدومه للنادي الاهلي، ده كان مع موسيماني مع موسيماني وقت قدومه للنادي الاهلي كان اول مباراه لتاو. الراجل نفس القصه، نفس التوهج اللي عند بيرسي تاو دايما قدام الاسماعيلي، قلت لك هو كأن اللون الاصفر مرتبط مع ابن شقته. يعني الراجل هنا بمنتهى البساطه، دول ثلاث اهداف في ثلاث مباريات النهارده، بيرفع حصيلته في اربع مباريات امام الاسماعيلي لخمس اهداف، ليكون اكبر لعيب واكثر لعيب من الجيل الحالي بالكامل في الاهلي، حتى اللعيبه اللي بتلعب بقالها سنين في النادي الاهلي مسجل في شباك الاسماعيلي في السنوات الاخيره. وده كان اخر هدف سجله تاو. يلا كمل كمل كمل، هتكمل وهتحط بالعرض. الراجل واقف في المكان برضو نفس القصه بتاعت النهارده، واقف في التايمنج، وكان جول في توقيت صعب جدا 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 ممتاز.